يتوجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية، وتتضمن الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال الفرنسي والمستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من معرض سوق الدار بالسعودية، وتأتي المشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف التراثية. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب قوية بلغت 21 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي تريليوني و170 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنحو 58% ليغلق عند مستوى 31459 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 10669 نقطة. سجل الانتاج الصناعي الروسي تباطؤا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، ورغم التباطؤ العام فإن بيانات الانتاج الصناعي لا تشير حتى الآن إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي، ما سيسمح للبنك المركزي الروسي بزيادة مريحة في سعر الفائدة الرئيسية.